السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد القطايف هادو الشرقيين كيعملوهم بزاف الناس ديال الشرق، مصر، الاردن، مهم بزاف الدول معروفين بهاد القطايف هادو. واليوم قلت نجربهم ونشاركهم معكم، وغادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الطريقه كيفاش نعملوا القشطه اللي كيستعملوها في الحلويات ديالهم، في البسبوسه، في بزاف ديال الوصفات. فانا سبق لي شاركت معكم واحد الوصفه اللي فيها هذه القشطه هذه، وباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرين باش تعرفوا شنو تعملوا بالقشطه. دابا غنبداو على بركه الله بتحضير الجبن اللي غادي نحتاجوا فيه الحليب، يعني فريسكو او لا طري بالنسبه للناس اسبانيا، فهو هذا كيجي يعني لاد ليدل او ميركادونا او اي واحد كيجيو في يعني في المبرد كيتباعو. من الاحسن تستعملوا الحليب هذا اللي طري، ما تستعملوش هذا لان هذا كيجي فيه نسبه الدهون زايده على هذا الحليب هذا اللي ورد لكم. وبالنسبه للناس المغرب فكاينين يعني الاغلبيه كنستعملوا تماك الحليب الطري. غنستعمل جدول ليترو كيف ما كتشوفوا، وعندي هنايا نص كاس ديال الخل الابيض. هاد الكاس هذا كيعادل كاس العنبه. دابا اول حاجه غادي نبداو بها غادي نجيب واحد الطنجره غادي نعمل فيها هاد الحليب وغادي نعملو يغلي. صافي هنا وضعته دابا على نار، غادي نخليه حتى يوصل يعني لدرجه انه يسخن ولكن ما يوصلش لدرجه الغليان، يعني قبل ما يوصل لدرجه الغليان بجوج دقائق عاد غادي نكبوا له الخل. صافي الحليب ملي وصل لهاد الدرجه هذه يعني بحال اللي ماشي بدا يغلي غادي نكبوا له هذا الخل. وغادي نخليه حتى يغلي وحتى يبدا يعني يتجمع معنا الجبن، غادي يبدا يبان معكم الجبن كيتجمع، ها هو يعني بحال اللي كيبدا يتقطع الحليب. نخليوه حتى يرجع معنا يعني ما نبقاوش نشوفوا الحليب نهائيا، يعني يبدا يرجع معنا بحال الماء، يعني يرجع بحال هذا الماء هذا صفر اللي كيبان معكم هنايا تيرجع بحال هيدا. نخليوه تيزولنا الحليب تماما. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش تجمع الجبن وبقالنا غير الماء. هاي الكمية ديال الجبن اللي كتجي تبارك الله كيجي غزال. صافي دابا هنا غادي نوجدو المصفات ديالنا اللي غادي نزولو هذا الجبن هذا على هذا الشكل هذا باش نصفيوه فيها. وهاد الماء هذا يعني من الاحسن ما تسيبوهش يصغل ويعجنوا به الخبز، فهو يعني صحي ومزيان. صافي ها هي الكميه اللي خرجت معنا كيف ما كتشوفوا هي هذه. دابا غادي نوضعوها على جنب نخليوها كيستقطر وغادي نقوزو باش نحضروا الكريمه. دابا غادي نقوزو لتحضير الكريمه اللي غنحتاجو فيها واحد لتر ديال الحليب، ماشي ضروري يكون فريسكو ولا يعني طري اولا هذا المعقم. وغادي نحتاج واحد العلبه ديال القشده او كريمه ديال الخفق. انا عندي هنايا هذه بلا سكر، ممكن تستعملوا بالسكر اذا كنتوا غتستعملوها الحلو. انا غادي نعملها بلا سكر باش نستعملها يعني الحلو والمالح اللي غادي نستعمل هذه بلا سكر. وبالنسبه للطحين عندي هنايا 75 غرام ديال الطحين و65 غرام ديال النشا، جوج معالق كبار ديال السميده الرقيقه، يعني ماشي الفينو انما السميده الرقيقه. وهنايا عندي الملح غير واحد شويه، يعني واحد نصف ملعقه صغيره من الملح، وهنايا ملعقه كبيره من السكر باش كيف ما قلت لكم يعني باش الكريمه نستعملها للحلو والمالح. بالنسبه للطريقه انا غنجيب واحد كاسرونه غادي نعمل فيها هذا الحليب، غادي نعمل فيها جميع المكونات ما عدا هاد الكريمه هذه ديال الخفق. غادي نضيف الملح، السكر، نضيف السميد، نضيف
النشا والدقيق، وغادي نحرك هاد المكونات هادو مزيان مع بعضيتهم، وغادي نعملهم على نار هادئه مع استمرار التحريك بحال اللي غادي نعدلو يعني كريمه هاد الكريمه الكاستر. صافي دابا من بعد ما حركناها مزيان غادي نوضعوها على النار. كما قلت لكم ان الطريقه الطهي فهي بحال بحال الكريم باتيسري، يعني كطيب عادي في نار هادئه مع استمرار التحريك حتى كتقل معنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوف. دابا مباشره من بعد ما رفعتها من على النار غادي نمشيو باش نضيفوا لها هاد الكريمه ديال الخفق اللي ما عملتش العلبه كامله، عملت غير 125 غرام. صافي غادي نحاول نخلطها شويه، انا من بعد غادي نكوز نطحنها بالباتور، وغادي نضيف هذاك الجبن اللي خرجنا من الحليب، وغادي نطحنوها بهاد الاله هذه الكهربائيه حتى نحصلوا على واحد الكريمه ملساء على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني كنبقى نطحن حتى كنحصل على هذا الشكل هذا، يعني كترجع واحد الكريمه كريميه كيف ما كتشوف. صافي دابا غادي نجوز باش نعملها في واحد الوعاء باش نخليها حتى تبرد تماما. غادي نعمل لها البلاستيك الغذائي يكون مباشره مع الكريمه باش ما تعملناش هذيك الطبقه بالوجه ديال الكريمه. وهذا القشطه هذه فهي كتصلح بزاف ديال الحاجات، يعني كتصلح البسبوسه، كتصلح تعمروا بها يعني تحشيو بها الكيكه ديالكم، او كتصلح يعني حتى الملح، كتصلح بزاف ديال الحاجات. فواحد الوصفه انا شاركتها معكم في الفيديو السابق ديال البسبوسه بالقشطه، فجات كتحمق ديك البسبوسه، يعني ما عنديش ما نشكر لكم فيها. وفي الفيديو المقبل غادي نشارك معكم واحد الوصفه مالحه باش تعرفوا يعني كيفاش تستعملوها. ودابا غادي نجوزو باش نحضروا القطايف. بالنسبه للمقادير ديال القطايف فاحنا غادي نستعملوا جوج كيسان او جوج كؤوس من الدقيق، دقيق الفرس العادي. غادي نستعمل نصف كاس من السميد الرقيق او السميد الناعم، وعندي ثلاثة الكؤوس من الماء. ممكن تستعملوا اي كاس، يعني الكاس اللي استعملته غادي نمشيو بالعبر عليه. عندي جوج دمعلاغ كبار من السكر، عندي القليل من الخميرة ديال الخبز تقريبا واحد 7 غرام، وعندي 6 غرام او 7 غرام من الخميرة ديال الحلويات، وبيكنج باودر غادي نستعملو غير ربع ملعقة صغيرة. صافي هاد المكونات هادو كاملين غادي نضيفهم في هاد الآلة، غادي نزبقو بالماء باش الطحين ما يلصقناش في الآلة ديال الطحن. والبيكنج باودر غادي نخلوه هو اخر حاجه اللي غادي نستعملوها، غنضيف المكونات كاملين ما عدا ماشي بيكنج باودر، يعني بيكربونات او بيكربونات الصوديوم. نحاولوا نطحنهم مزيان، يعني انا خليتهم 5 دقائق هما كيطحنوا. صافي حتى حصلت على هذا الشكل هذا. دابا غادي نغطيهم وغادي نخليهم 5 دقائق، وغادي نرجع باش نضيف لهم ديك بيكربونات ولا كربونات الصوديوم، وغادي نرجع نعاود نطحنها ونخليها عاود 5 دقائق اخرى، وغادي نقص الطهي ديالها. دابا من بعد ما خليتهم رتحوا لمده 5 دقائق في المقله هذه اللي كيقولوا لها 7 وجوه، فاحنا غادي ندهنوها غير بهذا الورق ديال المطبخ قليل من الزبده. صافي غندهنوها واحد المره صافي. بالنسبه للنار فعندي نار متوسطه، اذا كانت عندكم النار هادئه فما غادي يصدقوش معاكم، يعني ما كاين تقبوش. ممكن تعوضوا هذا الخليط هذا، ممكن تعوضوه بالبغرير، يعني كيجيو فحال بعطيتهم كيجيو يعني مزيونين، كيجيو بجوج بهم. المهم انا هنايا اللي شاركت معكم هادو القطايف، فالنار كيف ما قلت لكم متوسطه، عليوها غير واحد شويه صافي، وغادي نكبوهم على هذا الشكل هذا، يعني غير يعمر معانا هذاك القالب صافي. في الاول كانت عندي نار هادئه وما صدقوش معايا عليها، قلت لكم نار متوسطه، فهنا دابا عملت نار متوسطه، انتم كتشوفوا يعني كيبداو ينتقبوا معانا بحال شكل ديال البغرير. صافي غادي نستمر هيدا حتى نكمل القطايف ديالي كاملين. صافي ها هي الكميه اللي حصلت عليها، صراحه كيجيو مزيونين بزاف. انا شحال هادي كنت كنعدلو، يعني كيجيو كما كتشوفوا بحال شكل ديال البغريرات. كما قلت لكم انا شحال هادي كنت كنعدلهم مقليين بالعسل، كنت كنعمرهم بجوج، كانوا كيجيو كيحمقوا. فان شاء الله غادي نشاركهم معكم لان كيجيو مزيونين بزاف، تقريبا يعني كل عام كنعملهم. صافي دابا غادي نبداو نحشيو هاد القطايف هادو
بهاد الكريمه هذه اللي حضرناها، نتوما كتشوفوا من بعد ما بردت. هنايا انا نسيت بانني ما عملتلاش السكر، فانا غادي نرجع نعاود نعمل لها السكر. دابا هنايا غادي نهز واحد شويه ديال الكريمه وغادي نضيف لها السكر حسب الذوق ديالكم. ما تكتروش بزاف من السكر، لان من بعد كيتسقاو بالنيبار او القوطه. كما كتشوفوا انها بحال اللي كتجمد معانا، ولكن بعد ملي كنخفقوها واحد شويه غير بالطرب يدوي فهي كترجع معانا كريميه وكتجي غزاله. صافي كنعمروها على هذا الشكل هذا وكنشدوها يعني غير ما من الاسفل، من الاسفل كنبقاو نشدو حتى كنوصلوا للوسط، يعني كيجيو على على شكل كونوس. بالنسبه للبسبوسه اللي هضرت لكم عليها هي هذه، شاركتها معكم في الفيديو السابق. بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوهاش فانا غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. القشطه استعملت فيها يعني في الكريمه، واستعملت حتى في الخليط ديال البسبوسه، فجات غزاله غزاله غزاله. وهذا هو الشكل النهائي للقطايف ديالنا كيف كيجيو، يعني مع الافطار كيجيو مزيونين بزاف وكيجيو خفافين. فممكن كما قلت لكم كنرافقوهم مع النيبر او القطر. وهذا كان هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. وكما العاده ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومنتاريوس ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وتبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه، اذا كنت عجبكم القناه فما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبي او اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ونخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.